إلى محافظة القادسية، وهناك قال والد الطفل رفيف إن ابنته ابتلعت لب الجوز وتعرضت لحالة اختناق شديد، مما أدى إلى نقلها إلى طوارئ مستشفى الديوانية مع الساعة 10 مساء. شيء من تفاصيل بقية القصة نستمع إليه وإياكم ونشاهده في المقطع الآتي. من داخل منزل ومن بين ألعاب الطفلة رفيف اللي فارقت الحياة بمحافظة الديوانية، عمرها أقل 3 سنوات. رفيف الساعة تقريب قبل 10 بالليل، قبل يومين، اختنقت بنص ربع لبة جوز ابتلعتها، ودوها لمستشفى الديوانية. طبعا الأطباء اللي مقيمين أو ما يعني اللي موجودين من الممرضين ما قصروا، لكن تحتاج حالة رفيف طبيب اختصاص، اتصال بالطبيب الخفر اللي هو اختصاص، اتصال بعد اتصال بعد اتصال، يرفض انه يجي، يقول سووا هيك وسووا هيك وسووا هيك. بعدين قال حيلوها عن نجف، احتاج الوالدة حتى يتخذ الاجراءات المطلوبة ساعة، بعدين يدور على اسعاف ماكو. النجف قالت ما عدنا انه جهاز لهاي الحالة بعمرها، يعني مجرد احالة شلون ما كان اذا عندهم جهاز مناسب لعمر الطفلة او لا. بعدين تعالوا حلوها لمدينة الطب، ايضا اجراءات طويلة وطويلة، وتعالوا جيبوها الا الصبح، وهي حالة اختناق وحالة مستعجلة وحالة بسيطة، يعني اذا الطبيب الاختصاص يكون موجود يقدر بدقيقة واحدة او دقيقتين يحل الموضوع.